مرحبا واهلا وسهلا فيكم مره ثانيه في مدينه صغيره جدا، هي قريه بسبوسه هيك صغيره، بس اجيناها سبيشالي من اوتاوا. تبعد حوالي 40 كيلو عن اوتاوا لانها تعتبر اجمل قريه في كندا، تم التصويت لها لمده 3 سنوات انها اجمل قريه في كندا. ميركفيل. طبعا هذه المدينة تعتبر مشهورة ليش؟ لوجودها على ضفاف قناة الريدو اللي حكينا عنها في أوتاوا، وفي عليها أكثر من 3 لوكس اللي هي بيرفعوا السفن أو زي الإليفيترز للسفن. هاي كلها تعتبر من تابعة للقناة، وبناها الكولومباي درايف. في هلا بورجيكم البلوك هاوس هذا اللي بناه خصيصا عشان يوقف الغزو الامريكي على كندا، وتعتبر من اجمل القرى اللي موجوده في كندا على الاطلاق، وهي موجوده بس 40 كيلو بعيده عن اوتاوا. هاي سير، هاو ار يو؟ وهذا اللي حكينا لكم عنه اللي هو البلوك هاوس اللي بناه كولومباي درايف، ويعتبر من اهم الاماكن اللي موجوده في هذه القريه. ندخل هون واحد من اللوكس زي ما انتم شايفين، تنزل المي من غاد تنزل all the way. ندخل نشوف هذا المكان. شوفوا هذول القوارب القديمة حوالينا، غاد وفي تنت هون، في كان زي عاملين النظام القديم هذا. طبعا هاي القرية حافظت على طابعها من القرن 19، وعشان هيك تم اختيارها من أجمل القرى في كندا. يميزها أيضا أنه فيها أكثر من 30 فنان وفنانة عايشين فيها. بالنسبة لقرية يعتبر كثير، وزي ما أنتم شايفين جمال الشقق والمنازل. خليكم تنبسطوا، وإن شاء الله نشوفكم قريبا. طلع هذا هون عم ببيع شغلات، شكله زي جراج هاوس. نطلع فوق السد او فوق اللوك هون، شايفين اللي عم بيفتحوا ولا بسكروا مش عارف. اللوك هيك، احنا طالعين فوقيه. يا حبيبي يا حياتي، يا الله كوي. بس شو في غاد هذا؟ المي، شوف ضخ المي يا الهي. سامعين؟
مكان رائع رائع رائع، جميل جدا. احنا يا جماعة اليوم ساكنين في هذا البيت زي انتم شايفينه، يعني شو بدي اقول لكم، منظر صوت الجو اشي مش طبيعي. طبعا الناس هلا بدنا ننزل معهم تحت، نراكم في حلقة قادمة، رجاء تعملوا سبسكرايب لهذه القناة وان شاء الله نشوفكم على خير قريبا. عجبتكم القناة بأمل منكم كلكم تعملوا سبسكرايب لايك كومنت وشير.